نبدأ بقى نحط ده كده عليها من فوق الوش الشكل ده، وهنزينها بالمكسرات. انا عندي هون كاجو طبعا بقى، ايه يعني اي نوع مكسرات، او لو ممكن نعملها من غير مكسرات اللي انتوا حابينه واللي متوفر عندكم. يعني انا دايما بحاول ايه احب ان انتوا تشتغلوا بالحاجات المتوفره عندكم دايما. تعالوا بقى نشوف ليالي لبنان مقاديرها ايه ونشتغل فيها مع بعض. يلا بينا. ليالي لبنان محتاجين لتر وربع من اللبن، ويكون بلدي يفضل عشان يبقى كامل الدسم، وعندي كوبايه سميد خشن، و50 جرام من السكر الناعم، و50 جرام من الزبده. 50 جرام دي حوالي 5 معالق كبار و5 معالق كبار، تمام؟ ومعلقه ماء زهر او ورد، ومستكه مطحونه، والقشطه محتاجه كيلو لبن برضو كامل الدسم، واربع معالق خل عشان نفصل بيهم اللبن عشان نعمل القشطه، و200 جرام من القشطه البلدي، ومعلقه ماء زهر برضو او ورد. والشربات طبعا عباره عن شربات اللي هو بتاع مثلا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، يغلوا هتعصروا عصره ليمون عليه، اي شربات. وللتزيين عندي فستق او حلاوه شعر ابيض، فستق حب، شربات اللي موجود عندكم المكسرات برضو، او تعملوه بحلاوه الشعر بس زي ما انتم حابين. تعالوا بقى ايه نشتغل على طول فيه. قولي لي محتاجه ايه. يلا معلقه بس. حاضر. هلا انا كل المكونات ليالي لبنان هتنخلط على البارد. اوكي. يعني اللبن. هنحط اللبن كيلو تمام وربع. تمام. تسلم، هات لي اللي في الثلاجه. هحط السميد. السميد. السكر. السكر والزبده. اوكي. هلا في ناس ما بتحط زبده، بس الزبده بتدي طعم. اوكي. تمام. وهقلب كل ده. هتقلب كل ده ونحطه على النار. تمام. وهتحطي ميه زهر معاهم؟ لا، الميه الزهر بالاخر. تمام. على يعني لما بنتخلص. تمام. هقلب دول، انا احطهم على النار. وقولي لنا برده المقدار بتاع القشطه. القشطه هنحط البيك عشان سخنه بس. هنحط لتر اللبن. اوكي. كل ده هندوبهم مع بعض، بيتقلوا بقى ولا بيعملوا ايه؟ بيتقلوا. بيتقلوا لحد ما يبقوا سمكهم تقيل من السميد، بيتشرب السوائل مع الزبده مع الكلام ده كله، بيبقى السمك بتاعه طويل تقيل شويه. عايزه الخل بس. تمام. او القشطه اول ما اللبن يبلش يسخن. بصي احنا مش هنلحق قوي، فعايزين نقول الخطوات عشان مش هنلحق يعني نستنى لحد ما اللبن يغلي. تمام. لا، اول ما يسخن اللبن بنحط خل. اوكي. تمام. الخل. هجيب لك الخل. الخل. لا ده الورق. لا ده ميه الزهر. الخل هيخلي اللبن يفصل. يفصل. ويفضل والميه تفصل عنه. اهو. قد ايه خل؟ لما بتبلش يعني هو هيغلي، ولما بتبين عندك الخل بيفصل. المي بتصير لونه اصفر فاتح. تمام. اوكي. بنشيل ال قولي لي انا معاكي. هو مش شغال. لا هو شغال بس لسه. طبعا ما سخنش. اول ما يفصل اللي بناخد بنصفي القشطه وبناخدها. الخل اول ما بنحطه على اللبن وهو اول ما يسخن بتلاقوه فصل، فبتلاقوه عمل ميه صفراء كده كانها زي ميه الجبنه وفيها كده حاجات مقطعه كده، فبتصفوها. صح كده. وبعدين بخلطه مع يعني بنزيد بنضيف عليها قشطه بلدي. تمام. والقطر الشربات. ومن يعني بنحاول نخلي الخليط كريمي شويه. اوكي. احنا عاملين من كده. ده. تمام. ونجيب بنحطه فوق على الوش. ممكن يعني مثلا انت تزيني بتبعت الكريمه. يعني دي احنا هنزينها فوق الوش. فوق الوش. اوكي. هنزينها بايه بقى؟ ممكن بالمعلقه عادي. اوكي. نفردها معلقه. تمام. معلقه او ممكن كيس حلواني زي وردات. كيس حلواني. وبعدين نقوم حاطين عليها بقى شويه الفستق. هي ماسكه كده شويه بتبقى عادي. بتبقى ماسكه. لا بس مش تمام. هبدا بقى ازين كده القشطه دي كده بالشكل ده اهو. تمام.
بصوا يعني اي تزيين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الطبقه اللي تحت دي اللي هي عباره عن طبقه السميد صح؟ السميد وال بعد ما تجمد على النار بعد ما حطينا عليها السكر والزبده والكلام ده كله هنحطها في قالب لحد ما تمسك في الثلاجه، بعد كده هنحط عليها القشطه اللي احنا بنحطها فوق الوش كده وهتتزين بالفستق وال والشربات. تمام اهو. بصوا انا يعني انا حابه ان هي تبقى كمان ايه راستك كده شويه، ما تبقاش يعني عايزه بيبقى منعكش كده، القشطه منعكشه كده من فوق شكلها بيبقى احلى. تمام وهنبدا بقى نرش عليها شويه فستق اهو. بصوا الجمال، هدخلها لكم جوه شويه. تمام اهو، وبتحطي عليها شويه شربات من فوق. شربات اوكي، لانه هي السكر فيها قليل بتحطوا بقى الشربات. شايفين الجمال اهو بالشكل ده كده. يبقى احنا الطبقه بتاعت السميد بتجمد وبعدين بنحطها وبنحط عليها الطبقه بتاعت القشطه وبنزينها كده بشويه شربات وفستق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى حلو جدا. تمام، احنا معانا وقت ارد على الكيك ولا بكره؟ طيب معلش هنرد على الكيك ان شاء الله. معلش انا هقول لكم كل موضوع خطوات الكيك ده، واحتمال ان شاء الله اظبط لكم كده حلقه اعمل لكم كل الحاجات اللي بتنجح الكيكات، ويعني واعمل لكم كام نوع كده كيك يومي كده اقتصادي تقدروا ان انتوا تعملوه. فطبعا ان شاء الله الحلقه دي هعملها، مش ناسيه اي حاجه، مش ناسيه المخللات بتاعت الزيتون. والنهارده عملنا شيش براك، عملنا ليلي لبنان، عملنا سلق بلوبيا، وكانت حلقه جميله واتبسطنا جدا بجد. ده بنقدمه مع الشيش براك صح كده؟